يعني فكرة تغيير الصورة الذهنية لدى كثير من الشباب ده اللي أكده يعني حالة السباق الكبيرة اللي بقينا نشوفها من جانب الشباب تحديدا في الالتحاق بالكليات التكنولوجية والمعلوماتية، سباق كشف حجم الوعي اللي أصبح عند الشباب بعد ما كشفوا أن سوق العمل محتاج هذه التخصصات بقوة خلال الفترة القادمة تحديدا. صحيح، ويمكن بعد كورونا تحديدا اكتشفنا أنه متطلبات سوق العمل اتغيرت، واكتشفنا خلال الفترة دي قد إيه أهمية التكنولوجيا والرقمنة. يمكن متطلبات سوق العمل متغيرة طبعا بقالها فترة كبيرة، لكن احنا بالنسبة لنا هنا ده اللي اكتشفناه فعلا عن قرب. صحيح ان الدولة كانت بتشتغل على هذا الملف طبعا من قبل كورونا بسنين، لكن بالنسبة لنا احنا كمواطنين اكتشفنا أهمية هذا الملف بشكل كبير. وده اللي هيخلينا نسأل دلوقتي ايه الدوافع اللي خلت الشباب تتجه لهذه الكليات المتخصصة في علوم هندسة الحاسبات والمعلومات. وايضا السؤال الأهم هو ازاي الطالب بعد ما يتخرج يقدر يحصل على وظيفة مناسبة لمهاراته وقدراته التكنولوجية. تفاصيل أكتر معنا عبر تطبيق زوم مع دكتور عادل بدير، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير حضراتكم، كل سنة وحضراتكم والشعب المصري بخير. وفي البداية بهدي الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي لا يمكن إنكار من حقيقتها ونتائج الثورة من تحولات بالمجتمع المصري لكي تحقق له حياة كريمة في مختلف المجالات. فقد قامت الدولة بإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين لتيسير حصولهم عليها بكل سهولة ويسر من خلال أكثر من 170 خدمة رقمية. طبعا حضرتك طيب يا فندم، في البداية حابين نعرف من حضرتك ايه أهمية وجود كليات المتعلقة بالحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في هذا التوقيت تحديدا، ومش بس مدى أهميتها، مدى وعي الشباب لأهمية هذه التخصصات حاليا. تمام، طبعا في الآونة الأخيرة أصبح التحول الرقمي توجها مهما بعد الثورة الصناعية الرابعة اللي هي تعتبر ثورة الاتصالات اللاسلكية. والثورة دي اتسمت بانتشار أجهزة الكمبيوتر المتصلة معا عن طريق شبكة اتصالات ذات سرعات عالية لنقل البيانات وتنوع استخداماتها. ونتيجة لذلك أصبحت الرقمنة إلزاما وليست رفاهية، مع توجه دول العالم إلى الاستفادة من تقنياتها لما كانت ورقمنة الخدمات المقدمة تسهيلا لمواطنيها وزيادة نسب الشفافية. وكان لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى للنهوض بالتحول الرقمي، ولذلك جاءت الرقمنة على قائمة أولويات الدولة المصرية، مما أدى إلى طفرة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة وسوق العمل المحلي والدولي. نعم دكتور عادل، عاوز أعرف من حضرتك إزاي شايف المساعي اللي بتعملها الدولة المصرية في تدريب الشباب داخل مؤسسات وقطاعات وزارة الاتصالات تحديدا. تمام حضرتك، أولا بالنسبة عندنا في الجامعات بتقوم مشروعات التخرج في الجامعات على أساس إعداد تطبيقات وبرامج حاسوبية ومواقع إلكترونية لتسهيل وتيسير التعاملات والخدمات المختلفة للمصريين، والتي قطعت الدولة فيها مجهودا كبيرا والذي نشعر به الآن. ونجد على سبيل المثال بوابة مصر الرقمية، حيث تجمع العدد كبير من الخدمات مثل التموين، الأحوال المدنية، المرور، التوثيق وغيرها من الخدمات في منصة واحدة. طبعا ده بالنسبة كمان لسوق العمل المحلي والدولي وتأهيل الخريجين، هو ده الهدف الأساسي في الفترة الحالية في مجال التحول الرقمي. طبعا في عندنا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا، بتقدم تمويل تنافسي للخريجين لتبني واحتضان أفكارهم في مجال التحول الرقمي وتحويلها إلى شركات ناشئة. تم احتضان عدد 192 شركة منذ عام 2013 حتى الآن. طبعا عام 2013 ده عام لا ينسى، حيث ثورة 30 يونيو. بالضبط. طبعا في المجالات الآتية: الأمن السيبراني وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، منصات الخدمات، الروبوتات، الإلكترونيات، شبكات الاتصالات،
طبعا التحق الكثير من خريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي اي، وده بيقدم خدمه جليله جدا للخريجين ويأهلهم لسوق العمل بشكل كويس بالنسبه لسوق العمل المحلي والدولي بعد التأهيل. طبعا لدي اقتراح بسيط بالنسبه لتأهيل شبابنا لسوق العمل المحلي والدولي في مجال التحول الرقمي، يعني إن أمكن تخصيص مبنى وغرف فندقية في كل جامعة لتدشين صناعة البرمجيات في جامعات مصر بتمويل ذات استثماري يضم أوائل الخريجين. مش بس كده، لا، عشان أجد للخريج وظيفة في على المستوى الدولي لازم أهله لغويا طبعا بالمستوى الدولي للغات، على سبيل المثال اللغة الإنجليزية، الألمانية، اليابانية والصينية، حيث تتوافر فرص العمل في السوق الدولي بمرتبات مجزية، وده هيدي فرصة كويسة أوي أوي للخريجين المتميزين المصريين ليجدوا فرص في على المستوى الدولي. طبعا يعني كل يمكن النقاط اللي حضرتك أشرت إليها يا فندم هي نقاط في منتهى الأهمية، ولكن خلينا كده نبص على الصورة الأكبر. يمكن من فترة طويلة جدا كان موجود تخصصات الاي تي والحاسبات وما إلى ذلك، كانت موجودة بالفعل، لكن دلوقتي خلينا نقول التخصصات تنوعت أكتر وبقى فيه يمكن تخصصات أكثر تفصيلا في مجال التكنولوجيا. عايز أعرف من حضرتك يا فندم، هذه التخصصات لأي مدى بتقدر تؤهل الطلاب إن هم يتخرجوا لسوق العمل، وتقدر إن هي هذه التخصصات تقدر تلائم متغيرات سوق العمل؟ وفي على جانب آخر أيضا فكرة هذه تكامل المبادرات والدراسة في الجامعة، يعني هل الدراسة في الجامعة بتؤهل الطلاب إن هم يلتحقوا بعد ذلك بهذه المبادرات، ولا بتكون الطلاب بالفعل مؤهلين ويقدروا يلتحقوا بسوق العمل؟ ده سؤال مهم جدا. احنا اثناء التدريس للطلاب وقبل التخرج بتاعهم بننصحهم ان هم يروحوا يشوفوا متطلبات سوق العمل عن طريق المواقع اللي بتقدم فرص عمل، وايه المطلوب من الخريج او الوظيفه دي، ايه المطلوب بس الكواليفيكيشن بيكون بتاعت في مساعدة ليه يا فندم؟ بيكون في نعم مساعدة، بيكون في مساعدة للطلاب يعني كطالب لسه طبعا ثانوية عامة طبعا بيكون في طبعا مساعدة. اه هايل، طبعا اتفضل. فطبعا دلوقتي يعني الطالب مثلا بيوصل لسنه ثالثه هندسه بيبقى عينه على سوق العمل وايه المطلوب، هل الحاجات اللي بيدرس في الجامعه كافيه انها تؤهله لسوق العمل، وخصوصا سوق العمل الدولي والمحلي ولا لا؟ لو مش كافيه بيبدا يشوف ايه النقص عنده ويبدا ياخد فيه كورسات عن طريق معهد تكنولوجيا المعلومات اللي هو الاي تي اي، ده بيقدم يعني خدمات جليله للخريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات وبيأهلهم تاهيل بشكل متطور، وبيجد فعلا الخريج فرصه، وناس يعني خريجين كتير وجدوا فرص عمل في اليابان على سبيل المثال. نعم بس طبعا السوق الياباني محتاج لغة، لابد صحيح ان الطالب يعني برضو لازم نأهله مش بس فنيا ولكن الجانب اللغوي، وخصوصا اللغات الألمانية، اليابانية، الصينية، نعم الإنجليزية، دي كلها أسواق مفتوحة لعمل الخريجين اللي عندهم كواليفيكيشنز متميزة. نعم طيب دكتور عادل بدير، يعني في الحقيقة في سؤال مهم بنحب نسأله دايما في يعني فقرتنا فيما يخص الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو. السؤال بيقول كيف كانت مصر في مجال التحول الرقمي وأين هي الآن أو كيف أصبحت؟ السؤال ده مهم جدا. طبعا قارن بين وضعين دلوقتي، الشيء الأساسي اللي بيعتمد عليه تكنولوجيا المعلومات ووصولها بكم هائل هو سرعة الإنترنت. نعم طبعا في الفترة بعد الثورة 30 يونيو تضاعفت السرعات بشكل كبير جدا، وخصوصا بعد تغطية القرى مثلا على سبيل المثال اصبح فيها قرى فايبر، حياة كريمة. فاصبحت نعم السرعات بالظبط،
فأصبحنا دلوقتي لا نقل شيئا عن المجتمعات الأوروبية أو المجتمعات الخارجية. بتوفر سرعات، دي أهم شيء، توفر سرعة الإنترنت اللي بتأهل إن احنا نعمل داونلود للمعلومات أو نبعت معلومات. ده طبعا كان أهم شيء. عبارة عن إيه الشبكة عبارة عن أجهزة كمبيوتر وأجهزة سيرفرز متوصلة مع بعضها عن طريق الإنترنت أو شبكة المعلومات. طبعا دلوقتي الفايبر يعتبر إدى سرعة وباندويتس كبير جدا، صحيح، يعني أدى إلى ده سرعة تدفق مقارنة بالماضي، يعني هو في طفرة، لكن للأسف آفة المجتمعات دايما النسيان. لو احنا بنقارن، هنلاقي دلوقتي ناس تقول لك الإنترنت بطيء، لكن نسينا احنا كنا زمان لا فين. يعني كان حاليا زمان في موجودة ال2 جي، سرعات النهارده في ال4 جي وفي ال5 جي كمان، فدي سرعات بالظبط مختلفة. لكن دايما الواحد لما بيبقى في ايده النعمة بينسى هو قبل كده كان فين. يعني لا، انا افتكر ان احنا كنا في التسعينات ما كانش في انترنت خالص، كنا بنروح صحيح، يعني حاجات عشان نبعت ايميل ولا كده لمراسلة استاذ في جامعة بره كنا كنا بنروح بنروح السايبر، ما الخانات. يطلق عليه السايبر وقتها. بالظبط حضرتك، انما دلوقتي في كل بيت في انترنت بالسرعه صحيح، اللي حضرتك عاوزها، وحسب انت هتشترك بايه، يعني حسب امكانياتك هتلاقي السرعه المطلوبه اللي انت عاوزها. صحيح، بقى في مقدور الجميع. طيب دكتور، مرة تانية خليني أرجع مع حضرتك للمجال الأكاديمي والدراسة. إحنا دايما بنتكلم على فكرة تأهيل الطلاب لدخول معترك سوق العمل العالمي، تمام. ودي نقطة مهمة جدا لو هنتكلم على سبيل المثال مثلا مجال التعهيد. لكن أيضا إحنا محتاجين هذه الكوادر إن هي تكون متواجدة في سوق العمل المحلي عشان تقدر إن هي يعني تكون منتجين أو يكونوا منتجين في من خلال مجتمعهم. عايز أعرف من حضرتك تمام سوق العمل المحلي في هذا القطاع تحديدا مدى غناه ومدى أهميته الآن في مصر؟ بالنسبة لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، طبعا دلوقتي مفيش مؤسسة إلا وفيها أجهزة كمبيوتر، وكلها طبعا بتشتغل برامج السوفت وير. كل البنوك هتلاقي فيها حضرتك، أي مؤسسة من المؤسسات سواء الجامعات أو المؤسسات الصناعية أو الآخره، كلها دلوقتي معتمدة اعتماد كلي على البرامج الجاهزة. فدي طبعا لها فرص عمل موجودة، بتتطلب خريج مؤهل بشكل كويس. إذا لا تكتفي الدراسة فإنه طبعا بيبدأ يكمل عن طريق معهد الاي تي اي، بتديله كورسات بما يوازي دبلومة بتأهله بشكل كبير جدا، صحيح، وبتصله بالمعلومات والبرمجيات تخليه يجد فرصة عمل. يعني ما فيش خريج حاليا من خريج الجامعة اليابانية إلا وبيجد فرصة عمل مناسبة جدا نظرا للسكيلز المختلفة، سواء الكوميونيكيشن سكيلز، اللغات، بالإضافة إلى الكواليفيكيشنز بالنسبة المؤهلات طبعا. للبرمجيات. بالظبط. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عادل بدير، عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية. وزي ما سمعنا كده مع حضراتكم، فكرة تأهيل الطلاب المصريين إن هم يقدروا يقتحموا سوق العمل المحلي أو العالمي، اللي بالمناسبة هو وصل لمراحل متقدمة جدا في هذا صحيح، المجال. وزي ما سمعنا كمان منه دلوقتي يا أحمد، فكرة إن دلوقتي المصريين أو الشباب المصري قادر إن هو يقتحم هذا السوق بمنتهى الكفاءة، مش بس نتكلم في المجال الأكاديمي لكن أيضا حتى الكوميونيكيشن سكيلز أو السوفت سكيلز أو الأدوات اللي تقدر تأهلهم في صحيح. التعامل حتى. وأعتقد ده يا جمانة ما كانش هيحصل لولا التمكين أو التدريب والتأهيل من أجل التمكين، بالتأكيد يعني تبوء هذه الفرص الجديدة في العالم اللي أصبحت موجودة في العالم تحديدا في مجال التكنولوجيا.